سيمونا اللي كيخرج عن الصمت ديالو والخرجة المفاجئة بعد طول انتظار. سيمونا العلبة السوداء للمغنية صاحبة الحساب حمزة مومبيبي، واللي كيفضح الأم المغنية باستعمال الشعوذة والسحر الأسود في أمور اللي عندها علاقة بالحساب حمزة مومبيبي. تفاصيل كلها إخواني أخواتي اللي غتشوفوها في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتتبعوا هذا الفيديو، فما تبخلوش عنا باللايكات ديالكم والبارتاج ديالكم لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. إخواني أخواتي، اليوم سيمونا اللي قال عاد قلت بسم الله وما بغيتش نبقى ساكت على هذا الظلم. فهاد بالبشير ما خرج حتى تقاد الصبر ديالو، وأكبر فضيحة اللي كيقول بأن المغني الحمزاوية وعائلتها وبوجه مكشوف ألف واحد الكتاب بجميع اللغات وكيأكد فيه أن صاحبة الحساب حمزة مومبيبي اللي هي المغنية كتستعملوا في الشعوذة وكيأديوا الناس بمن فيهم الضحايا يعانوا الكثير في هذا الحساب ديال حمزة مومبيبي. فكما هو معلوم إخواني أخواتي، فسيمونا اللي كان اختفى عن الأنظار هذه مدة 3 سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية، وكالتزم هذا الصمت بخصوص اتهاماته المتكررة بالمشاركة في الحساب حمزة مومبيبي، واللي كان أكل العصابة أنه هو صاحب الحساب حمزة مومبيبي. ومع ذلك مخرج سيمونا بأي تصريح رسمي، لكن الحمد لله على سلامة هذا السيد اللي الأكيد فسخ وبدا كيتكلم في هذا الموضوع ديال الحمزاوية وفتح عائلة الحمزاوية بالشعوذة والوساخة والانحطاط الأخلاقي. راه ماشي بعيد إخواني أخواتي يكونوا هاد المسؤولين اللي كيحميوا هاد المغنية حتى هما مسحورين من طرف هاد الحمزاوية. ما حتى حاجة ما بعيدة، كل شيء قريب، كل شيء قريب بهذا الخصوص، لأن الأمر كيتعلق بمحكمة النقد والإبرام اللي مازال ما قالتش الكلمة الأخيرة، مازال ما عطاوش الرد الأخير بخصوص يعني الحكم النهائي اللي تحكم فعلا في حق هذا المغني اللي هو سنة سجن نافذا ابتدائيا واستئنافيا كما هو معلوم إخواني أخواتي بمدينة مراكش وباسم جلالة الملك. ومع ذلك السيدة يعني تجول وتصول وكتعيش حياتها عادية كأن لا شيء وقع. إخواني أخواتي، فبعض المعلومات اللي توصلنا بها أن سبب غياب سيمونا، ولهذا الخبر إخواني أخواتي كيأكد أن تعرضه كذلك للسحر والشعوذة من طرف هاد الحمزاوية أو الأم ديال المغنية اللي معروفة بالشعوذة والسحر. كذلك تعرض ولد شنو كذلك تهو تعرض يعني فعلا لهذا السحر. كذلك سعيدة شرب فنانة صحراوية اللي تعرضت كذلك للشعوذة والسحر من طرف هاد العائلة الحمزاوية. وكذلك مجموعة كثيرة من الفنانين اللي تعرضوا بمن فيهم هذوك الضحايا اللي مازال كيعانيو لحدود الساعة من ويلات هذا السحر. اليوم سيمونا اللي ألف هذا الكتاب عن الأسرار اللي هي في غاية الخطورة، الشعوذة والابتزاز، هذا كله باش تدخل يعني هذه المغنية القصور ديال الخليج. كما هو معلوم أن هذه المغنية من كانت في الخليج يعني بدولة البحرين كانوا كيستغلوا السحر باش يكون واحد القبول دائما حاضره في اللي. يعني دائما كما هو معلوم راك حضرات فعلا حضرات يعني للقصور ديال بعض الامراء يعني الناس يعني الاثرياء، وني وصراحه جمعت واحد الثروه كبيره كبيره جدا يعني بسبب هذاك الحضور ديالها في هذه الحفلات وكذلك الغناء، بالرغم ان الصوت ديالها كما هو معلوم يعني اللي كان هو محبوب من طرف هاد الخارجيين. ولكن إخواني أخواتي للأسف كما هو معلوم إن الله يمهل ولا يهمل، فشي حاجة اللي كتكون حرام راه ما كيكملش على الله سبحانه وتعالى. غير باش نأكد لكم الطليق ديالها اللي كان وقع واحد المشكل هذه مدة 4 شهور، واللي كما شفتوا السيد غير الحالة ديالو
يعني في المشكل اللي كان وقع بيناتهم، يعني راه كانت يورتلها السيد، يعني كان مرفوع السيد، ما كانش كيشعر السيد، كان كيتكلم وغادي غير دائما وراها، ودائما حاضر معها، ودائما بحال اللي هو يعني الحارس الشخصي ديالها، ما كيتكلم ما والو. وكان واحد النيه كبيره جدا انه دائما يعني كيدخل الحسابات وكيتكلم مع البنات، يعني سيد عادي يعني بحال، ولكن هي بغات تحاول تورطو يعني بالخيانه الزوجيه، كذلك هذاك الزواج اللي كان تم بينه ما بين يعني هاد الطليق ديالها، يعني ربما وما بين قوسين، يعني اللي كتاكد انه تعرض للسحر من طرف هاد المغني. فكذلك هذا الكتاب اللي ألف هاد سيمونا واللي كيكشف فيه على المطورين الرئيسيين اللي حماوا هاد المغنية، فعلا أنهم يعني توصلوا بمبالغ مالية كبيرة اللي وصلت لأكثر من مليار ونصف، حتى لا تدخل هاد المغنية للسجن الوداية. وهذه هي الحقيقة إخواني أخواتي، حتى أننا ولينا كنشوفوا هاد المسؤولين للأسف ما بقاوش يقدروا أنهم يتكلموا في هاد الحساب ديال حمزة مومبيبو، ومقدرش يتكلموا على هاد المغنية. كذلك محكمة النقد اللي عجزات لحدود الساعة أنها تخرج بواحد الإعلان يعني رسمي بخصوص الرفض أو القبول ديال هاد الملف بعد الطلب اللي كانوا تقدموا به يعني هيئة الدفاع ديال هاد المغنية. ولكن كما كنشوفوا السيدة راه مازال عايشة حياتها عادية جدا، يعني كأن لا شيء وقع. أكيد احنا كمتبعين هاد القضية وبخروج سيمونا يعني وفضح المستور عن هاد العائلة ديال المغنية، أكيد غتبان حقائق وحقائق كثيرة بخصوص يعني صاحب الحساب حمزة مومبيبي، وشكون اللي كيسير فعلا، وشكون هو يعني المسير الرئيسي لهذا الحساب. إخواني أخواتي، حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارتاج ديالكم لهذا الفيديو، باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص القضية ديال المغنية والقضية ديال هذا الكتاب اللي كشف عنه يعني هذا سيمونا بهذا الخصوص. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.